كما كتشوفوا معنا اخوتي وحتى المعدرت ما شاء الله ما شاء الله على هذا البوي. اوه يا سلام يا سلام يا سلام. شوف اخوتي السرعه، شوف السرعه الواد ديال بصح. هذا الواد خطير بزاف وحتى المعدرت. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتبعوا معنا اخوتي. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد ونهار جديد. اليوم اخوتي كنتواجدوا واد تلمعدرت. كما كتشوفوا اخوتي جينا لكم هذا الواد باش نبارطاجي معكم هذا الواد ديال تلمعدرت. حتى هو جاب بزاف ديال الماء وغادي نكتشف لكم من الفوق من تحت. هذا هو واد تلمعدرت، وغادي نهضر لكم على هذا الواد اشنو الكارثه اللي دار في 2014 ونبارطاجي معكم. اليوم نهار جديد، اليوم السبت 6 شهر 2 2021. اللي عليكم هو تبع الفيديو من البدايه حتى النهايه. ما تنساو اخوتي الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك وشارس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا دائما في الجد. ما شاء الله ما شاء الله اخوتي. شوف اخوتي هذا هو واد تلمعدرت. اسمعوا اخوتي الصوت ديال الماشي، اسمعوا ما شاء الله ما شاء الله. ها حاليا اخوتي كنتواجد تحت القنطره ديال واد تلمعدرت. كما كتشوفوا هذه هي القنطره ديال واد تلمعدرت. الواد هو هذا، دابا هذا الواد كامل هنا. دابا ما جابش بزاف الماء، ما كاينش داك السرعه اللي كثيره بزاف. كما كتشوفوا المكان القديم ديالو، هذه هي كانت القنطره هنا وكاينه القنطره في التحت هذاك البلاصه عاوتاني. وتما فاش غرق داك الكاميون، داك الكاميون اللي اكتشفتو تغرق تما هذه البلاصه تماما. هادشي زوين اخوتي، جينا على قبلكم باش نبارطاجيو معكم هذا الواد. هذا الواد اخوتي مشهور، عنده التاريخ ديالو 2014. ما شاء الله ما شاء الله كما كتشوفوا هادشي زوين بزاف. الواد اخوتي هذا الواد كيدي الواد مول العشير ديال الكلميم، هذا كيحطي كيدعم مول العشير حتى هو. وجينا لكم اليوم نستمتعوا مع الطبيعه، هذا الماء اللي زوين وهذا الفيضان اللي كاين هنا في هذه المنطقه، ونبارطاجيو معكم هذا الواد. حيت هذا الواد اخوتي عنده التاريخ، عنده واحد التاريخ كبير 2014. غنحاولوا باذن الله نمشيو لكم نصوروا لكم شي بلاصه لهيه. كما كتشوفوا معنا هذا هو واد تلمعدرت. غنسبق لكم من فوق باش نبارطاجي معكم ديك البلاصه اللي زوينه. اوه واخا تشوفوا اخوتي هكا ما تحقروه، راه واد صعيب واد خطير هذا، راه واد واعر. كما كتسمعوا الطروفيلات فوق القنطره باق 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 باق. كما كتشوفوا الواد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاد الشيء اخوتي زوين. شوف هذا هو واد تلمعدرت كما كتشوفوا. ما اجمل لابيسين هذا، هذا السد والله خص يكون السد هنا في تلمعدرت. شوف شوف اخوتي الكرامه ديال الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله. حيت هذه البلاصه فاش صيبوا هذه البلاصه باش يبقاو في الماء ويستافدوا فيه الروحه، يستافدوا فيه الناس اللي كيتواجدوا في هذه النواحي، والناس يجيو يستمتعوا في الطبيعه. زوين بزاف كما كتشوفوا المساحه ديال القنطره ديال واد تلمعدرت كبروها، وتحياتي للمسؤولين اللي داروا القنطره. اول قنطره كنكتشفها زوينه القنطره ديال بصح. هادي راه خوتي راه احسن من ديال واد سوس، اسيف نسوس راه احسن منها. لا لا هادي احسن من واد سوس، القنطره ديال بصح راه الخدمه جديده. كما كتشوفوا قنطره كبيره تماما. الفيضان ديال واد تلمعدرت هو هذا. مع الاسف ما كرهناش يكون مجهد، يكون هذا الواد مجهد، يكون واحد السرعه خطيره بزاف. تسمعوا واحد السرعه خطيره في الواد، ما كرهناش مع الاسف الشتا قليله.
داكشي علاش. مي الا كان هاد الواد مجهاد راه كيشد اخوتي حتى ديك البلاصه كامل كتعمر بالماء حتى ديك البلاصه وكي هادو حتى البلاصه ديالهم. دابا نزوم لكم الواد الماضي فاش وصل. ها هو اخوتي هاد المساحه هاد البلاصه اخوتي هي فاش وصل للحدود ديالو. تما كيوصل كيعمر حتى الفوق وحتى لهنا. واد حتى لمحدرت 2014 سبب كارثه. هاد المكان فاش غرقوا الطوموبيلات، هاد المكان فاش غرقوا الكاميونات. رجعوا تفرجوا الفيضان ديال 2014 ديال كلمين غتكتشفوا كلشي. حاولوا نوصلوا لكم التحت بارطاجيو معكم. صراحة هذا الشيء زوين بزاف. جيت لكم من هذا الواد تاع المعدرت نستمتع حتى انا وعزيز علي نكتشف بحال هذه الاجواء ونصور لكم الواد. هذا هو المهم، نصور الواد ومنها غادي نستمتع ونكتشف الواد، ومنها خدمت لكم الواد بطريقتي ونبارطاجي معكم. هذا هو المهم. كما كتشوفوا القنطره ديال واد تلمع هي هذه اخوتي. وهذا الواد فاش غرقوا الكاميرات كما كتشوفوا. شوف اليوم اخوتي السبت 6 فبراير. كما كتشوفوا هذا المكان فاش غرقوا الكاميونات والطوموبيلات. هذا هو واد المعدرت. هذا الواد خطير بزاف. مع الاسف اخوتي ما كرهناش، بغينا حنا النيفو، بغينا الواد يكون مجهد حيت الشتا قليله. اذا كانت الشتا قليله كيجي بهذه السرعه، اذا كانت الفيضان مجهده كيجي بواحد السرعه كبيره. حنا المهم عندنا هو السرعه الكبيره. الواد يكون مجهد حتى واحد السرعة حيت الناس كيبغيو يكتشفوا واد خطير. كما كتشوفوا واد تا المعدرت. اسمع اخوتي اسمعوا شوف هاد المكان اخوتي فاش غرق الكاميون وتقلب به في هاد البلاصه. انا فاش تقلب الكاميون وبدا كيتقلب وخرج مولاه من تما هذيك البلاصه فاش خرج. هذوك اصحاب السيارات اللي طلعوا فوق السياره بحال الفلوكه وما كاين اللي عتقهم، هاد البلاصه فاش كانوا مساكن طلعوا فوق ومرسيدس تما وبدا يتفرجوا والاخرين بدا يقولوا لهم اوريت صغيدا واش كيد ابلاتي والله ولا واحد يقدر يعتقهم. الحل هو الكوبتير. اذا كان الفيضان خص الكوبتير تكون، تجي الكوبتير ديك الساعه وتحطهم القنبه وتهزهم هما ومرسيدس ديالهم والله تعتق الناس. ماشي تسناو حتى يوقع اللي وقع عاد نجيو للانقاذ والاسعاف والمسائل. اللي فات راه فات صح. كما كتشوفوا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله على واد تا المعدرت. هذا الشيء زوين اخوتي شوف بحال الشلالات. يا سلام يا سلام على الطبيعه الاجواء. هذا هو واد تا المعدرت، واد خطير. دابا على الاشغال راه كيدو القنطره، دابا عمرهم غيطيحوا في الفخ ديال الواد. ما عندهم الواد ما عندهم ما يدي منهم باش نكونوا واضحين. كما كتشوفوا غادي نحاولوا نكتشفوا لكم الواد، ندخل لكم هذه البلاصه
كما كتشوفوا الواد تاع المعذرت هو هذا، وهذا الواد اخوتي كيدعم واد الصياد، كيدعم واد الصياد. تمام، كما كتشوفوا. يا سلام يا سلام يا سلام، شي واعر اخوتي مع الاشغال هما اللي داروا لي هذه البارتيا باش يكون ما يبقاش يكون الفيضان بزاف، ولا هادشي بحال البراج بحال السد. الله الله شحال زوين هنا على حسب الجو ديالو والمنظر ديالو، واعر بزاف اخوتي باش نكونوا واضحين، زوين هنا. ملي كتكون هاد الفيضان كيكون الواد كيحط واحد المنظر جديد، ملي كيسالي الفيضان كيمشي مبقاش كيحط داك المنظر كما كتشوفوا. هذه هي القنطرة ديال واد تا المعذرت، هذه هي الجديدة. القنطرة القديمة كانت في هذيك البلاصة فاش كيكونوا الماء، هذيك البلاصة تما فاش كيكونوا الماء، تما فاش كانت القنطرة القديمة. من بعد وقع الكارثة تما، من بعد عاد بداو كيشتغلوا تقريبا عامين ولا ثلاث سنين وصيبوا هاد القنطرة، تقريبا عامين أنا رأيي. عافاكم الشحونة، اشتركوا في القناة ودعمونا، راه محتاجين المساعدة ديالكم، دعمونا خوتي باش نوصلوا القناة 100,000. شوفوا خوتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كما كتشوفوا معنا خوتي والتلم عدرت السرعة ديالو بسيطة جدا، ما عندوش السرعة اللي خطيرة بزاف. انا قلت ربما غادي هاد الواد غنلقاه جاب الماء بزاف، يقدر يجيب لنا من نواحي ديال بوزاكار تاكان وديك البلايص كامل ديال المنطقة كيحطوه الماء كيدعموه، ولكن مع الأسف كيما كتشوفوا الواد عادي عادي جدا. حيت المهم اخوتي السرعة ديال الواد يكون مجهد بحال هادوك الويدان اللي كنبارطاجي معاكم، بحال هذيك الطريقة اللي بغيت أنا تكون في هاد الويدان، ولكن مع الأسف ما هنا في الشكل دكتورية بعد الويدان راه كتلقاو اخوتي مثلا كطيح الشتا في شي بلاصه كيجي الواد، والبلاصه اللي ما وصلاتو الشتا راه كتلقى عاد ديك الساعه كيجي الواد عادي جدا. على زعما كان اي لحظه كتلقى الواد كيتزاد بحال هذه الطريقه، يقدر تكون الشتا ملي كتكون الشتا العاصفه رعديه اي لحظه ممكن يزيد كيزيد على النيفو، يقدر يوصل هذيك البلاصه ويقدر يوصل هذه البلاصه. ووريت لكم الطريقه فين وصل الفيضان ديال الماضي، راه وصلت مع خوتي وصلوا واحد العدد. الحمد لله على هذا الخير، هاد الامطار الخير راه زوينه بزاف اخوتي، وهاد الفيضان كتجيب النفع وكيجي كيكون ربع. نحاولوا ونبارطاجوا معكم اي جديد ونخرجوا ونكتشفوا لكم الطبيعه والربع ونستمتعوا حتى حنا. شوف اخوتي راه هادشي واخا تشوفوه هكا اخوتي راه غرق، هاد البلاصه راه غارقه، شتي الله يحضر السلامة تزلق وطح هنا راه مشيتي غادي تغرق. واخا تعرف تعوم، واخا تعرف تعوم يقدر توصل لتحت وغادي تدخل في هذاك الغيص، ومن بعد هذاك الغيص ما غاديش يتلقيك، يقول لك الواد اجي مرحبا اجي ويشدك تما تايدي ملا مانا لمنتو الله يحفظ السلامة. كما كتشوفوا الشتا راه جاي يا خوتي، الله يحفظ السلامة، أنا ريت شدنا الشتا أنا. الله يحفظ السلامة خوتي، كيبان ليا عاصفة جات من هنا، حيت أنا عندي خبرة على الشتا، واخا هاد الريح ما كيحطش الشتا، هاد الريح ضد الشتا، الريح اللي كيحطنا حنا الشتا كيجي من هاد البلاصة، شكون واضح، ولكن أي لحظة كيغلبوا. كتوصل هاد البلاصة وأنا رأيي أخوتي الشتا كاينة، هيا جاية في التراب كما كتشوفو، كما كتشوفو هاديك البلاصة أيت بعمرة، ديك المنطقة فيها الشتا، عاصفة ديال بصح. كنتمنى بإذن الله نكمل لكم الفيديو نرجع لكم لمين أقرب وقت.
ما تشدنيش هذا الشتاء وتكرفسني هنا. طبيعة زوينة. شوف هذا الواد ديال تلمع درت شحال من واحد بغى يتفرج فيه، شحال من واحد كيتمنى يجي لهاد البلاصة يتفرج في هاد الواد. ولكن قررنا حنا باش نبارطاجيو معكم ونديروا المجهود ديالنا ونضربوا لكم بزاف ديال التمارة باش نوصلوا لكم هاد الواد باش نبارطاجيو معكم تكتشفوا وانتم تفرجوا فيه. وهاد الواد كان هدين الساكنة ديال قلميم، هادشي كامل عقبولكم انتوما. استمتعوا ليا وتفرجوا مع راسكم، ما كاين مشكل.